بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين في الدياليسز. المره اللي فاتت اتكلمنا على الدياليزر، النهارده هنتكلم على الدياليزيت، الدياليسز سوليوشن. احنا قلنا في الدياليزر ان البلاد بيخش من هنا وبيخرج من هنا، والدياليزيت بيخش ويمشي في الاتجاه المعاكس ليه. البلاد لما بقول مثلا بلاد فلو 300 ام ال بير مينيت، معناها ايه؟ معناها ان في 300 مليليتر اوف بلاد باصد على الدياليزر في الدقيقه الواحده. البلد اللي عدى ده بيروح فين؟ بيرجع تاني للبيشنت، فيختلط بال5 ليترز بلد اللي موجودين، فيقلل الكونسنتريشن اوف توكسنز لان هو ده اتغسل. والتاني العمليه مستمره على مدار ستيشن كلها حوالي 4 ساعات، فيبقى حصل كليرنس للسوليوتس بنسبه كبيره. لما بيجي يعدي الدياليزيت على الفلتر، لنقول مثلا 500 ام ال بير مينيت، معناها ان في 500 ام ال عدوا على الفلتر في الدقيقه الواحده. طيب بعد ما عدى وخرج بيروح فين؟ ما بيلفش تاني في سيركريشن ويرجع للدياليزر، لا ده بيروح للويست على طول. ليه؟ لانه خلاص هو خد التوكسنز، اليوريميك توكسنز من البلد، فبيروح للدرين على طول. وبالتالي انا هنا البيشنت لو هو 500 ام ال بير مينيت يبقى هيحتاج يعني تقريبا 0.5 لتر بير مينيت، يبقى هو في الساعه الواحده هيحتاج قد ايه؟ هنضرب في 60 دقيقه يساوي 30 لترز بير اور. خلاص. طيب والستيشن الدياليسيس بيبقى حوالي في 4 ساعات، يبقى هيساوي كام؟ 30 في 4 هيحتاج 120 لتر بير سيشن. يبقى البيشنت تحتاج دياليزيت يعدي على الفلتر 120 لتر في الجلسه الواحده. الكلام ده لو الدياليزيت فلو على 500، طب انا لو زودت الدياليزيت فلو مثلا ل 800 يبقى هيحتاج حوالي ممكن 200 لتر بير سيشن. انا عايزك تتخيل ان في 200 لتر اوف دياليزيت محطوطين متوصلين بالماشين في وحده دياليسيس، واخد مساحه كبيره. طيب لو انا عندي مثلا في الوحده بتاعتي 50 ماشينز، 50 بيشنت هيغسلوا، نضرب 50 في 200 لحوالي 10,000 لتر. ده في ايه؟ في شيفت واحد. لو بغسل 4 شيفتس يبقى في الحاله دي محتاجين 40,000 لتر في اليوم الواحد. كميات مهوله جدا من الدياليزيت، وبالتالي هيبقى في مشكله في السبيس اللي احنا محتاجينه ليها، مشكله في الاستورج، مشكله في الترانسبورتيشن، كل ده هيعلي الكوست. فرجعوا قال لك خلاص احنا بدل ما نعمل كده هنعمل ايه؟ هنخلي الدياليزيت ده على هيئه كونسنتريت، كونسنتريتد سوليوشن. وبعدين ابتدي اعمله دايليوشن بالووتر، زي ما يكون عندي جوز بدل ما اشربه جوز جاهز على بعضه كده، لا بيبقى فيه كونسنتريت يا اما فلويد يا اما باودر، وبعدين انا اعمله دايليوشن بالووتر لحجم معين فيبتدي يديني نفس الايه الطعم. انا هعمل كده في الدياليزيت، هجيب كونسنتريتد سوليوشن وبعدين اخففه بالميه، فيطلع لي في الاخر التركيز اللي انا محتاجه اللي هيعدي على الدياليزر. لكن هتقابلنا نفس المشكله، ما انت هتحط الدياليزيت كونسنتريتد بس محتاجين ميه بمواصفات معينه فيري بيور زيه، فهيبقى نفس الحجم تقريبا. فقال لك لا احنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم التاب ووتر اللي بيجي، التاب ووتر اللي بيجي من الووشنج روم احنا هنعديه، والماشين نفسها تاخد الووتر ده من خلال بايبس داخله لها وتعمل له ميكسنج بعد الدياليزيت. لكن الووتر ده قبل ما هيجي للتاب ووتر عشان يوصل الماشين، لا هيعدي على ووتر روم بنعمل فيها ووتر بيوريفيكيشن، بحيث يبقى عندنا بيوريفايد ووتر يبتدي يخش على الماشين بطريقه مباشره. وبالتالي انا ما عنديش مشكله في الفوليوم بتاع الدياليزيت الكبير، ولا هيبقى مشكله في السبيس، ولا في الاستورج، ولا في الترانسبورتيشن، ويبقى كده حلنا المشكله. يبقى احنا قلنا ان الدياليزيت او دياليزيت سوليوشن في الاخر هيبقى مكون من كونسنتريت ومن بيوريفايد ووتر. هنتكلم دلوقتي على اول حاجه اللي هو ووتر بيوريفيكيشن. الووتر بيوريفيكيشن يحصل ايه؟ ان احنا هنعدي الميه بمراحل معينه من التنقيه لغايه لما يوصل عندنا بيور ووتر بمواصفات معينه تبقى اكسبتبل انها تعدي على الفلتر.
فاول حاجه الووتر هنا هو جاي من مصدر الميه اللي هو التاب ووتر مثلا، من خلال البامب هتعدي على اول حاجه على فلتر يبتدي يشيل البارتيكوليتس. البارتيكوليتس دي اللي هي الحاجات البارتيكلز الكبيره زي الساند، الكلي اللي هو الطين، السيليكا. فالفلتر ده بيكون هو غالبا اكتر من فلتر، بيبتدي يشيل الحاجات الصوليد. بعد كده الووتر بيبتدي يعدي على حاجة تانية بسميها ووتر سوفتنر، ان الووتر ده بيبقى فيه املاح كتير، بيبقى هارد ووتر. فيبتدي السوفتنر ده من خلال بيبقى فيه صوديوم كلورايد، بيحصل اكسيتشينج مع مينرالز تانية زي الكالسيوم والمغنيسيوم والايرن، يبتدي يخلي الووتر سوفت اكتر. هو شاري الحاجات دي لان الكالسيوم والمغنيسيوم بعد كده لما هيعدي على الار او ممكن يبتدي يعمل له دامج، الى جانب ان انا بشيل الحاجات دي عشان انا عايز الميه تكون فيها الحاجات دي بنسب معينه. لما يعدي على السوفتنر بعد كده هيبتدي يعدي على حاجه تانية اللي هو كربون فلتر او اللي هو اكتيفيتد شاركول. اكتيفيتد شاركول بيبتدي يشيل حاجات مهمه جدا اللي هي الكلورين والكلورامين. الكلورين والكلورامين ده اللي هو بيتحط على الميه العاديه عشان يقتل البكتيريا، وحتى نبتدي نشربها. لكن احنا هنا ده ما ينفعش ان هو يعدي ويوصل للبلد او ليوصل للدياليزيت، وكمان لو عدى بيقدر هو يعدي من الار او وممكن يعمل له دامج كمان، عشان كده لازم نشده بالاكتيفيتد شاركول. المراحل الثلاثه دولت ممكن كل واحد فيهم يبقى اكتر من فلتر، ولما المرحله دي بنقول عليها بري تريتمنت، بري تريتمنت اوف ذا ووتر، قبل ما يبتدي البلد الووتر يبقى بامب الثاني على النقطه المهمه اللي بنقول عليها ار او اللي هو الريفرس اوزموزيس. الريفرس اوزموزيس لو نفتكر في المحاضره بتاعت السوليوت كليرنس احنا كنا بنتكلم على حاجه اسمها اوزموزيس، وقلنا الاوزموزيس ان الووتر هو حركه الميه، الموفمنت اوف ذا ووتر، من الكونسنتريشن الاقل للكونسنتريشن الاعلى. لكن لو انا حبيت اعكس حركه الميه اجينست الاوزموتيك جريدينت، لا ده انا لازم اعمل عليها بريشر جامد، فبنسميه في الوقت ده نقول عليها ريفرس اوزموزيس. فالريفرس اوزموزيس يعني ان انا هعمل من خلال بريشر عالي هيعدي الميه عكس الاوزموتيك جريدينت بكميه كبيره جدا من خلال ميمبرين، وبالتالي انا هحجز السوليوتس وراها، فالميه اللي هتعدي بعد الار او هتكون يعني فيري بيور. طيب دي يمكن اخر ميه، اخر خطوه، وفي احيانا الناس بيحطوا خطوتين تاني بعدها، ان احنا بنستخدم اللي هو دي ايونيزيشن للميه اللي خرجت من هنا. دي ايونيزيشن يعني هشيل الايونز اللي فيها، فالايونز دي ممكن تكون كاتايونز وممكن تكون انايونز، خلاص. فمن خلال برضو انايون او كاتايون اكسشينج ريزونز تبتدي نشد الايه الحاجات اللي هي الايونيك. لكن الحاجات النون ايونيك زي البكتيريا والاندوتوكسينز ممكن نبتدي نشيلها بالترا فايلوت. يبقى انا الار او ممكن نكتفي بيه، وفي ناس بيزودوا اللي هو دي ايونايزر ويحطوا كمان الترا فايلوت، خلاص. طيب الووتر بعد ما خلص كده يبقى هو بقى بيور، خلاص جاهز للاستخدام. الاحسن ان هو يوصل على طول للماشينز من خلال بامب معينه، بيبتدي يحصل له الديستريبيوشن تو ذا ايه تو ذا ماشين. لكن احيانا في بعض الحالات ان هو الووتر قبل ما يعدي على الماشينز بنخزنه شويه في ستورج تانك. الستورج تانك ده خطوه مش صح يعني، لكن لو هنستخدمه نحاول نخليه الفوليوم بتاعه قليل على قد ما نقدر، ويبقى فيه دايما ديس انفكشن من وقت تاني بطريقه ريجولر فريكوينت قوي، عشان ما يكونش فيه بكتيريا او يكون فيه بايوفيلم، لان لو كون بايوفيلم يبقى صعب الايراديكيشن قوي بعد كده. طيب هنعقمه ازاي وهنعمل له استراليزيشن ازاي؟ يا اما بحاجات جيرميسايدز، لكن الاحسن منها دلوقتي بنستخدم الهوت ووتر او بالاوزون. يبقى ده دي طريقه الديس انفكشن للستورج تانك، خلاص. يبقى انا دلوقتي خلاص الميه عدت بمراحل معينه، ده اسمها بري تريتمنت، وبعدين هنا هو الووتر بيوريفيكيشن، وبعدين يبتدي ايه الديستريبيوشن للماشين. بعد ما عملنا بيوريفيكيشن للووتر، الووتر ده لازم نعمل له تيست من وقت للتاني عشان نتاكد من درجه النقاء نفسها، لان بيبقى ليه الحاجات دي ليها ستاندردز معينه، ويبقى فيه اكسبتبل ليفلز لكل الحاجات اللي احنا قولناها، صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، كلورايد، فلور، كل الحاجات دي لازم يبقى ليها اكسبتبل رينج.
الحاجه الثانيه لازم نقيس برضو فيها البكتيريا والاندوتوكسنز. البكتيريا لازم تبقى بنحسبها بحاجه اسمها كولوني فورمينج يونت بير مليليتر اللي هو سي اف يو. كولوني فورمينج يونت يعني ايه؟ يعني الكولوني اللي هي المستعمره بتاعت البكتيريا اللي انا ما بتبقاش البكتيريون لوحدها، لا بتبقى مجموعات كده، فبيزيد هاو ميني كولوني بير مليليتر، فدي ايه بالنسبه للبكتيريا. الاندوتوكسنز بنقيسها بحاجه اسمها اندوتوكسين يونت بير مليليتر، لازم تبقى اقل من 0.25. ايه الفرق بين البكتيريا والاندوتوكسين؟ البكتيريا دي فايبل، لكن الاندوتوكسنز دي بعد ما بيحصل بكتيريال ديث ويحصل سيل وول لايسس بيطلع بروتينز او لايبوساكرايدز، بيبقى ده يدل ان كان في بكتيريا هنا او دايركت فليكتنج ان في بكتيريا، فلازم يكونوا الليفل اقل من 100 واقل من 0.25 يونت بير مليتر بالنسبه للاندوتوكسين. ده مهم قوي الكلام ده لو بنعمل دايلسيس عادي، لكن احيانا لو احنا هنعمل اونلاين هيموديفلتريشن يعني محتاج من الدايلزيت ده احيانا ناخد منه ونعمل منه ريبليسمنت فلويد، في الحاله دي لازم يكون الووتر الترا بيور، فاحنا بنبقى محتاجين مواصفات وبيوريتي اعلى بكتير من الارقام دي، ففي الحاله دي بنحتاج بدل ما 100 نضربه في 1000 يبقى 0.1، وبدل ما هو 0.25 يبقى 0.03 يونت بير مليليتر بالنسبه للاندوتوكسنز. وبالتالي احنا لازم من وقت للتاني نعمل تيستات، بيبقى معظم الحاجات بيبقى حوالي من شهر لثلاثه، لكن بالنسبه مثلا للبكتيريا لازم يبقى مور فريكوينت، وبالنسبه للكلورامين والكلورين لازم يبقى مور اند مور فريكوينت ان شاء الله حتى تيجي. بالنسبه للكونتامينيشن كل حاجه لو زادت عن الحد او الاكسبتبل ليفلز ممكن تبتدي تعمل مشاكل. فمثلا الالومنيوم احنا قلنا بيعمل ايه مشهور، ما كنا ناخد المحاضره بتاعه السي كي دي ام بي دي، قلنا ان هو ممكن يعمل لي اي بي سي، الانيميا والبون ديزيز اللي هو غالبا اوستيوماليشيا، وسي ان اس مانيفيستيشنز يعمل لي كونفيوجن وانكفالوباثي. الكالسيوم لو زاد هيعمل نوزيا وفوميتنج وكونفيوجن وكونستيبيشن، الكبر يعمل لي هيموليسيس يعمل لي سيجرز يعمل لي شوك، الكلور والكلورامين ده ممكن يعمل لي هيموليسيس، وميثيموجلوبينيميا، ميثيموجلوبينيميا يعني الهيموجلوبين لما بيبقاش يقدر يمسك في الاكسجين كويس، الفلورايد ده ممكن يعمل لي تشيست بين وفنتريكولار فايبريليشن ويعمل لي بيريورايتس، الليد يعمل لي نيوروباثي وكونفيوجن، النيتريت لو زادت هتعملي برضو ميثيموجلوبينيميا وساينوزس، والصوديوم طبعا لو زاد هبتدي البيشنت ضغطه يزيد وممكن يخش بالمونري اديما، هيبقى عطشان دايما ثيرستي، فدي نقطه مهمه جدا ده هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده. السلفيت يعمل لي فيفر ونوزيا وفوميتنج، الزنك يعمل لي طبعا انيميا ونوزيا وفوميتنج وفيفر، فبالتالي اي حاجه من دي لو زادت هتبقى ما هتعملي المشاكل دي، لكن لازم نعمل ناخد بالنا ان البيشر ده ما يخشش فيه، ما يكونش فيه نسبه كبيره من البكتيريا او الاندوتوكسين، والا هيبتدي يخش فيه بكتيريما ويبقى فيفر وبايروجينيك رياكشنز وخلافه. الووتر دلوقتي بقى بيور، عملنا له تيست لقينا فيه المواصفات الاكسبتبل، خلاص يبقى هو جاهز دلوقتي ان هو يبتدي يعمل له ميكسينج او بروبورشننج مع الدياليزيت كونسنتريت اللي احنا قلنا عليه بنسب معينه. فهيبتدي يحصل البروبورشننج سيستم اللي قلنا عليه، فالبروبورشننج سيستم يعمل ايه؟ ان هو بيخلط زي ما قلنا ميكسينج او بروبورشننج الدياليزيت كونسنتريت مع الميه. طيب لو البروبورشن ده مش مظبوط هيحصل ايه؟ يا اما يكون اكسسيف دايلوتد يا اما اكسسيف كونسنتريشن. لو اكسسيفلي دايلوتد هيبتدي يحصل ايه؟ يبقى هايبر اوسمولر، هايبو اوسمولر، تمام؟ وفي الحاله دي هيبتدي يحصل هايبوناتريميا ويبتدي يحصل هيموليسيس للبيشنت. لكن لو كان الاكسسيف كونسنتريتد يبقى في الحاله دي هيبتدي هايبر اوسمولر ويبتدي يحصل هايبوناتريميا والبيشنت يخش في هايبرتنشن ويبقى ثيرستي ويزيد وزنه، ممكن يخش في بالمونري اديما ويحصل ديستربنس لبقيه الالكترولايتس كمان اللي موجوده في الدياليزيت. يبقى احنا لما نيجي عشان نتاكد من الكونسنتريشن دوت مظبوط ولا لا والميكسنج والبروبورشننج سيستم ولا لا، بنقيس حاجه اسمها الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي لان معظم الكونستيتيونس اللي موجوده في الدياليزيتس هي الكترولايتس يعني تشارجد، فبنسميها الكتريكال كوندكتيفيتي. الكتريكال كوندكتيفيتي دي بنقيسها بايه؟ بنقيسها بحاجه اسمها ملي سيمنز بير سنتيمتر، ام اس بير سنتيمتر. بيبقى ليها رينج معين من 12 الى 16.
لو خرجت اوتسايد ذا رينج ففي الحاله دي بيقول بيبقوا من الماشين بتبتدي تعمل لي الارم ساوند وما تخليش الدياليزيت يعدي على الفلتر وتوديه للدرين على طول. دي اول حاجه في البروبورشنج سيستم ان هو يحافظ على الكوندكتيفيتي. الحاجه الثانيه في البروبورشنج سيستم ان هو يعمل وورمنج للدياليزيت. الدياليزيت ده لازم هو داخل الدياليزر يكون بنفس التمبريتشر بتاعت البودي تمبريتشر. لانه لو كان تو كول البيشنت هيبتدي يبقى كولد وشيفرنج والبيشنت هيشتكي، ففي الحاله دي بناخد بالنا، لكن هتبقى مشكله لو البيشنت ده انكونشس وهو مش هيشتكي. الحاجه الثانيه لو كان تو هوت، لو زاد قوي يعني بيبقى اكتر من 42 ولا حاجه، هيبتدي يحصل هيموليسيز ويبتدي يحصل بروتين ديناتوريشن. احنا هي مشكله الواحد لما بيكون عنده اي بيشنت عنده فيفر احنا بنحاول ننزلها ليه، لان الفيفر العاليه قوي ممكن تبتدي تعمل ديناتوريشن للبروتينز اللي موجوده في الجسم، هرمونز والانزيمز وغيره. فالنقطتين دول مهم. لو حصل انه التمبريتشر او الدياليزيت خرج على الرينج اللي احنا مظبطينه في الاخر، ده هيبتدي برضه يدينا الارم والدياليزيت هيبتدي شيفتد ان هو بدل ما يعدي على الفلتر هيروح دايركتلي للدرين. اتكلمنا على الووتر بيوريفيكيشن، الووتر بقى جاهز للاستخدام. دلوقتي بقى هنتكلم على الدياليزيت سوليوشن نفسه او اللي هو الدياليزيت كونسنتريت اللي هو هيتخفف بالميه اللي احنا حضرناها. الدياليزيت كونسنتريت هو بيتكون في الحقيقه من تو كونسنتريتس، واحد بنقول عليه الاسيد كونسنتريت والتاني بنقول عليه البايكارب كونسنتريت. طيب الاسيد كونسنتريت هيحتوي على ايه؟ هيحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم كلورايد بلس اور ماينس، بتحط عليه ديكستروز وبنحط عليه بنضيف عليه جزء اسيد يا اما سيتريك او اسيتيك او لاكتيك ايه اسيد. طب ليه ما بنحط والبايكارب يكون لوحده؟ ليه ما بنحطش البايكارب مع الاسيد ويبقى كلهم في نفس الكونسنتريت؟ قال لك لانه لما بحطه بيكون البي اتش عالي فبتدي يحصل تفاعل ما بين البايكارب ومع الكالسيوم او البايكارب مع المغنيسيوم فيعمل لي كالسيوم كربونيت ومغنيسيوم كربونيت فيحصل بريسيبتيشن على هيئه كريستالز فبالتالي مش هستفيد منه وبالتالي لازم افصلهم عن بعض. طيب نفس السوليوس ديت عشان تتنها في ديزولفد وما تحصلش كريستاليزيشن بتضيف جزء من اسيد صغير يا كميه قليله يا اما سيتريك او اسيتيك او لاكتيك ايه اسيد. في الاخر انا بجمع الاسيد كونسنتريت ناخد منه بورشن معين والبايكارب بورشن ويجي البورشن الاكبر من الووتر والماشين تبتدي تعمل لهم ميكسنج بريشوز معين. الريشو دي طبعا احنا بيبقى حسب الكونسنتريت واحد فيهم قد ايه والووتر اللي احنا هنستخدمه قد ايه. فيجي مثلا يقول لك مثلا 45 اكس، يعني مجموع البورشنز الثلاثه هيبقى 45 او مثلا 35، يبقى مجموع البورشنز ثلاثه 35، يبقى في جزء اسيتيك كونسنتريت وجزء بايكارب والجزء الاكبر زي ما قلنا ووتر. فنقول الايه الميكسنج بروبورشن هنا واحد مثلا الى واحد الى مثلا 35 36، لكن مجموعهم يقول لك مثلا 45 يعني او 45 اكس مجموعهم البورشنز او 45 بورشنز. طيب زمان كان في حاجة اسمها أسيتيت دايليزيت، دلوقتي ده ما حدش بيستخدمه تقريبا، لكن هي كانت فكرته إيه؟ إن بدل ما أعمل تو كونسنتريت هو كان كونسنتريشن واحد بيكون فيه أسيتيت، الأسيتيت ده لما هو يدخل الجسم يروح للليفر وفي البريفرال تيشو جزء منه يبتدي يتحول إلى بايكارب، يعني أنا مش مديه بايكارب جاهز زي ده، لكن أنا هنا بدي على هيئة أسيتيت لما يدخل الليفر جوه يبتدي يتحول إلى بايكارب. بس رغم انه الاسيتيت دايليزيت كان تشيب وبيخليني هو كونسنتريت واحد، لكن مشكلته انه هو فاسوديليتر وبالتالي كان بيعمل هيموداينامك انستابيليتي والبيشنت اللي بياخدوه بيخشوا اكتر في انترا دايليتيك هايبوتنشن. ده اللي هو عيب الاسيتيت. دلوقتي بقى ديكلايننج تقريبا ما حدش بيستخدمه تمام. فيبقى انا عندي دلوقتي الاسيتيك كونسنتريت والبايكارب كونسنتريت. البايكارب ممكن يكون على هيئه سوليوشن، يعني بيبقى في كونتينر سوليوشن، او بيجي على بيكون دراي على هيئه باودر بيسموه كارتريج فبنركبه في الماشين ده او ده. طب مين احسن السوليوشن ولا الدراي؟ قال لك الدراي احسن. ليه؟ لان ما بيكونش ميديا كويسه للجروث اوف بكتيريا بعكس السوليوشن. الاسيد كونسنتريت في منه دلوقتي بقت في حاجات دراي لكن هو الاكثر بيكون سوليوشن. انا دلوقتي مثلا عندي دلوقتي ده
الجيركن اللي هو زي ما احنا شايفينه ده كده، ده عبارة عن الأسيد كونسنتريت، بيكون فيه كل حاجة ما عدا البايكارب. وبعدين البايكارب بيكون عندي مثلا هنا، بيكون عندي بيسموه على هيئة كارتريج كده، بيكون فيه هنا الايه الصوديوم بايكارب. تمام. طيب احيانا كمان يجي بدل جيركن كبير في الأسيد كونسنتريشن، ممكن يعملوا على هيئة سوليوشن بكمية أصغر، وهنا بيتحكم في تركيز البوتاسيوم والكالسيوم بالذات. فانا عندي هنا يعني حاجات ثابته، لكن بيكون في حاجات فاريبلز اللي هم مينلي الكالسيوم والبوتاسيوم. فهنا مثلا يقول لك البوتاسيوم هنا 1 ملي مول بير لتر، والكالسيوم 1.5 ملي مول بير لتر. طبعا احنا لو هنحسب بالملي ايكويفالنت بيختلف شويه، يعني انا بتكلم بالستاندرد انترناشونال اللي هي ملي مول بير لتر. فهنا مثلا يقول ايه البوتاسيوم هنا 1 والكالسيوم 1.5، هنلاقي في حاجات تانية مثلا البوتاسيوم مثلا 1 والكالسيوم هو اللي متغير 1.25 او 1.75، حاجات تانية هلاقي الكالسيوم ثابت هنا لكنه ممكن اغير في البوتاسيوم، وبالتالي هيبقى عندي كونتينرز كتير بتركيزات كالسيوم وبوتاسيوم مختلفين، بختار اللي انا عايزه حسب البيشنت محتاج ايه، وده هنتكلم عنه كمان شوية. الدياليزيت كونسنتريت بقى في الاخر بيكون لي مكونات احنا قلنا عليها من شوية، لكن المكونات دي بتكون ممكن بتبقى ليها رينج معين، لكن في حاجات معينة بتكون variables انا بتحكم فيها من الاول، يعني بدي تركيزات مختلفة فيها، قلنا من لي الصوديوم البوتاسيوم والكالسيوم. الستاندرد كومبوزيشن لما الاقي فيه مثلا صوديوم من 135 ل 145، احنا دايما بنحسب هنا بالملي مول بير لتر اللي هو ايه بعد ما بيتخفف خالص بالمية. البوتاسيوم بيبقى من 2 الى 3 ده الستاندرد، لكن هو ممكن يكون من 1 او من 0 حتى لغايه 4. الكالسيوم بيبقى فيه 3 تركيزات، 1.25 و1.75. المغنيسيوم، الكلورايد، الجلوكوز، الجلوكوز ده ممكن يكون اوبشن احطه فيه عشان بنقلل نسبه الديس اكليبريم، او ما بحطش ديكستروز خالص، وبيبقى فيه جزء اسيد احنا قلنا عشان يخلي السوليوس دي ديزولفد. البيكارب كونسنتريت يكون الرينج بتاعه دايما من 25 الى 35 ملي مول بير لتر، ده الستاندرد اي كومبوزيشن اوف دياليزيت. لكن احنا قلنا هيبقى فيه كونسنتريتس اللي هو الجزء اللي هو الاسيد بيختلف فيه الصوديوم او بنقول عليه البوتاسيوم والكالسيوم. فقلنا بالنسبه للكالسيوم ده تبقى من الحاجات الفاريبلز، ممكن يكون 1.25 او 1.5 او 1.75. طيب انا اعلي اخد التركيز الاعلى ولا اقل، ده بيختلف حسب البيشنت. فمثلا لو انا قللت الكالسيوم جامد يبقى البيشنت ممكن يبقى ازود السكندري هايبر باراثيرويدزم، والهايبوكالسيميا ده لو دخل في هايبوكالسيميا ممكن يبقى بريسيبتيت الاريثمياز خلاص. لكن لو انا زودت الكالسيوم ممكن دوت يحسن لي الانتراديليتيك هايبوتنشن هيقللها، لكن في نفس الوقت ممكن يزود الكالسيفيكيشن، وبالتالي انا هيبقى الموضوع بالنسبه لي حسب البيشنت هبقى انديفيدجوالايز الكالسيوم بريسكريبشن. بنراعي طبعا البيشنت اذا كان بياخد فيتامين دي، بياخد كالسيوم بيزد فوسفيت بايندرز، الحاجات دي كلها بنحطها في الاعتبار واحنا بنختار. لكن دلوقتي الترند ان احنا بقدر الامكان نقلل الكالسيوم في الدياليزيت عشان بنخاف من الفاسكولار كالسيفيكيشن، لكن هنراعي الحاجات التانية، يعني ما يكونش الويشن بيخش فيه انتراديريتك هايبوتنشن كتير وحط له كالسيوم واطي، لا ده هو ممكن يستجيب لو انا عليت الكالسيوم في الدياليزيت. الفاريبل التانية اللي هو البوتاسيوم، وده مهم جدا. فانا عندي كونسنتريت اللي هو الاسيد بيبقى فيه بوتاسيوم مختلف 1 2 3، فبالتالي البوتاسيوم من الحاجات اللي انا ممكن ابتدي اتحكم فيها بداية الغسيل. البوتاسيوم معروف انه من الحاجات اللي بتبتدي تحصل لها ايرلي كوركشن في الدياليزيت، بيحصل لها ريموفال بسرعه. لكن انا باخد بالي لو في فرق كبير في البوتاسيوم كونسنتريشن ما بين البلاد والدياليزيت بيحصل رابيد كوركشن، ده ممكن كان بريسيبتيت الاريثمز. الحاجه الثانيه انه البوتاسيوم لما فاكرين احنا كنا بنقول لما نيجي نعالج الهايبركاليميا ميديكالي احنا بنبتدي لما يكون البيشنت اسيدوتيك بنبتدي نديله حاجات صوديوم بايكارب عشان يبتدي يعمل نوع يصلح الاسيدوزيس، فيحصل شيفت للبوتاسيوم انتراسيلولر. ده اللي بيحصل في الغسيل اوريدي، ان انا ببتدي مع الدياليسيس بصلح الاسيدوزيس، فجزء من البوتاسيوم بيبتدي يحصل له شيفت انتراسيلولر،
فبالتالي بيبقى ده temporary shift، هو انا ما بتخلصش من البوتاسيوم، لا ده انا بعمل له جزء بيخش جوه السل. نفس الشيء لو هو انا في الدياليزيت كان فيه ديكستروز كميه كبيره، ده استيموليت ريليس اوف انسولين، والانسولين كمان هيبتدي يعمل لي شيفت اوف بوتاسيوم انتراسيلولار. يبقى في الجزء ايه، يبقى انا جزء اثناء الدياليزيس انا بدخله جوه السيلز لكن مش بتخلص منه في الدياليزيت. الحاجه الثانيه لو البيشنت كان بياخد قبل الدياليزيس مثلا بيتا 2 اجونست انهيلر مثلا سالبيوتامول، ده برضو هيعمل شيفت انتراسيلولار. فالحاجه دي طبعا بنحطها في الاعتبار واحنا بنعمل بريسكريبشن للبوتاسيوم. طيب يبقى الميزه لو طبعا لو قللت البوتاسيوم قوي او البوتاسيوم نزل مني جامد او رابيد كوركشن، ده ممكن برولونج البي ار ويعمل لي اريثميز. ولو خليت البوتاسيوم عالي والبيشنت خرج على البوتاسيوم الى حد كبير عالي، ممكن ده هيزود لي الانتر دايليتيك هايبركاليميا، وبالتالي انا لازم اندفجواليز البيشنت على البوتاسيوم حسب نوع البيشنت. زي ما قلنا في بيشنتس كتير انا ببقى عايز البوتاسيوم بتاعهم عالي قوي، فببقى عايز انزله بكميه كبيره، فبالتالي انا هحط له بوتاسيوم، زي مثلا الناس اللي عندهم رابدومايلوسيس او تيومر لايسيس سيندروم. وفي ناس لا بالعكس، ده ممكن يجي له هو داخل الدياليسيس وهو هايبوكاليميك. الناس اللي عندهم مثلا اكسسيف فوميتنج وداريا ممكن يبقوا جايين بهايبوكاليميا من الاول. فما ينفعش ان انا اغسل اجينست لو بوتاسيوم دياليزيت، لازم ازود البوتاسيوم في الدياليزيت عشان البيشنت يخرج والبوتاسيوم بتاعه عالي مش لو. فطبعا يبقى نجل زي ما قلنا الكالسيوم تو اندفجوالايز، نفس الشيء بالنسبه للبوتاسيوم تو اندفجوالايز. الفاريبل اللي بعد كده وده اهم فاريبل فيهم هو الصوديوم. الصوديوم احنا ما بيكونش فيه كونسنتريتس مختلفه زي البوتاسيوم وزي الكالسيوم، لا ده انا هنا بتحكم فيه من خلال الماشين حسب نسبه الصوديوم باي كارب كونسنتريت او الكونسنتريت اوف ذا باي كارب مع الريشيو اوف ذا ووتر. وبالتالي انا ممكن ازود الصوديوم او اقلله حسب كميه الميه اللي انا هعمل لها ميكسنج معاه، وبالتالي ده بيبقى من خلال الماشين. النقطه دي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في محاضره الانتردريتيك هايبوتنشن على حاجه اسمها صوديوم بروفايلنج، هتكلم فيه بالتفصيل. لكن انا هنا طبعا لو زودت النسبه او البروبورشن اوف ذا ووتر هيبتدي الصوديوم نفسه كميته تقل والعكس صحيح. خلاص فدي نقطه مهمه. لكن طبعا بقيه الالكترولايتس لان انا زودت يعني غيرت في الميكسنج بورشنز، وبالتالي بقيه الحاجات هتتغير لكن تغييرها بيكون مينيمال شويه، لان احنا الكومبوزيشن ميلي اوف ذا دياليزيت بيكون ميلي صوديوم، وبالتالي التغير الكبير هيحصل في الصوديوم لكن الحاجات التانيه بتبقى مينيمال. وزي ما قلت هتكلم عنه ده ان شاء الله في موضوع الصوديوم بروفايلنج في محاضره الانتردياليتيك هايبوتنشن ان شاء الله. الفاريبل اللي بعد كده هو البايكارب نفسه، تمام؟ وبالتالي البايكارب احنا ممكن نزود حسب الكونسنتريت بتاع البايكارب، هل هو اعلى او اقل. احنا قلنا من 25 ل 35، هو غالبا بيبقى عند 35 وريرلي ان هو يبقى ادجستد. احنا طبعا لو زودنا البايكارب قوي في الدياليزيت طبعا ده ممكن البيشنت يخرج باكيوت ميتابوليك الكالوسيس، وده ممكن يؤدي الى كونفيوجن وكرامبس وويكنس، وبالتالي احنا ما بنحبش ده يحصل. طيب يعني انا عايز كام؟ التارجت بتاعي ان البيشنت وهو خارج ما يكونش الكالوتيك، يعني نو بوست دياليسيس الكالوسيس، وان هو جاي لي لبدايه الجلسه من الجلسه اللي فاتت ما يكونش استاتيك، يعني ايه نو بري دياليسيس اسيدوزيس، يعني دايما وهو جاي لي يكون البايكارب بتاعه يكون على الاقل 23. ده يبقى لان الاسيدوزيس او الالكالوزيس الاثنين بيزودوا المورتاليتي، والاستوز كمان ممكن يزود البروتين انرجي ويستنج، وبالتالي احنا ما بنحبش كده. فدايما نحاول نخلي ادجستمنت بحيث ان البيشنت وهو جاي لي من الاخر جلسه اللي هو عملها من يومين يكون البايكار بتاعه في حدود 22-23 مش اقل من كده، ما يكونش استاتيك. وهو خارج بعد الدياليسيس ما يكونش البايكار اكتر من 28، يعني ما يكونش الكالوتيك، يبقى في الرينج ده يبقى كويس، ما يحصلش بروتين انرجي ويستنج مع الاسيدوزيس ولا المورتاليتي بتزيد. لان الدوبس ستادي اللي هم شغالين عليه دلوقتي البيشنت لما بيكون خارج الكالوتيك بيبقى المورتاليتي كمان عالي، ونفس الشيء بالنسبه للاسيدوزيس. وبالتالي غالبا احنا بنبقى الست غالبا عند حوالي 35 وريرلي ان هو يبقى ادجستد عن كده. الفاريبل اللي بعد كده هو الفوسفيت. هو طبيعي ان الدياليزيت سوليوشن ما فيهوش فوسفيت، يعني احنا ما قلناش ان في فوسفيت خالص، البيشنت يبقى هايبر فوسفاتيميك واحنا عايزين نشيله.
ولكن احنا عندنا مشكله في الفوسفيت، انه الريموفال دورينج داليسيس بيكون في حوالي 300 مللي جرام، لكن الديلي فوسفيت انتيك في الناس اللي بياخدوا اديكوت بروتين انتيك بيكون حوالي 900 مللي جرام، وبالتالي الداليسيس بيكون از نوت انف فور ريموفال اوف فوسفيت وكوركشن اوف هايبر فوسفاتيميا. عشان كده بنلجأ ان البيشنت دول ياخدوا كمان فوسفيت بايندرز، ونحاول نعمل ادفايس ان احنا نقلل الفوسفيت في الدايت للحاجات النوت نيسيسري ما عدا البروتين طبعا. طيب لكن احنا في برضو مشكله هنا، ان الفوسفيت وان كان بيحصل له كوركشن بسرعه في الدياليسيس ايرلي، لكن مشكله ان الفوسفيت هو ميلي انتراسيلولر، فاول ما البيشنت بيخلص الدياليسيس بيبتدي يخرج تاني من الانتراسيلولر ويعوض اللي اتسحب في الدياليسيس، وبالتالي نسبته ترجع تاني. وعشان كده معظم البيشن دول لازم يمشوا على فوسفيت بايندرز ويقللوا الفوسفيت في الدايت. لكن في بعض الاحيان بيبقى البيشنت اوريدي جاي له دياليسيس وهو مش هايبر فوسفاتيميك ولا نورمال فوسفيت ليفل، لا ده بيكون هايبوفوسفاتيميك، ودول بنشوفهم اكتر في الناس اللي هم المال نورشد او الناس اللي هم بيعملوا دياليسيس ديلي وبرولونجد اورز خلاص، لانه هو بيبقى بيغسل اجينست زيرو فوسفيت في الدياليزيت، فيبتدي مع الوقت يبتدي يخش في هايبوفوسفاتيم، ودول احيانا بنلجا ان احنا نديهم بارنترال فوسفيت من بره، وفي بعض الاحيان ان احنا ممكن نحط الفوسفيت مع الدياليزيت نفسه، وده بنحطه دايما مع الباي كارب كونسنتريت، عشان لو حطيناه مع الاسيد بيبتدي يحصل بريسيبتيشن للكالسيوم فوسفيت، وده احنا مش بنحبه. وبالتالي في بعض الاحيان احنا بنلجأ ان احنا ندي فوسفيت سواء كان بارنترالي، وده الغالب بصراحه، او ان احنا نحطه مع البايكربونات كونسنتريت عشان نبتدي نصلح الهايبوفوسفاتيميا اللي فيها البيشنت. يبقى عشان نقول كونكلوجن في الاخر، يبقى احنا عشان نتكلم على الدياليزيت نفسه اللي هيعدي على الفلتر، احنا عندنا دياليزيت كونسنتريت في منه جزئين، واحد اسيد كونسنتريت والتاني باي كارب كونسنتريت، والووتر اللي احنا عملناه له بيوريفيكيشن بنبتدي نعمل لهم ميكسينج بروبورشنز معينه، فاللي هو 3 كومبوننتس اللي قلنا عليها. فلما يجي يقول لك ده مثلا 35 اكس، يعني معنى مجموع البورشنز هنا هو 35، لو قال لك مثلا 45 اكس يبقى مجموع البورشنز هنا هو 45. النقطة الثانية انه بيبقى احنا عندنا دايما الكومبوزيشن اوف دياليزيت تقريبا بيبقى ستاندرد ثابت، وقلنا الرينج بتاعه، لكن الفاريبلز عندنا هي بتبقى الكالسيوم والبوتاسيوم ميلي، والحاجات الثانية من خلال الماشين احنا ممكن نتحكم في الصوديوم الموجود او البايكارب. بكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة، وشكرا لك.